أقامت نقابة الصيادلة وبالتعاون مع نادي الوحدات السبت يوما طبيا مجانيا لأهالي مخيم الوحدات والمناطق المجاورة. ويأتي هذا اليوم الطبي كأحد مبادرات النقابة والنادي في خدمة المجتمع المحلي. يعني تعود نادي الوحدات دائما انه يخدم المنطقه، يخدم نادي الوحدات وابناء نادي الوحدات والمناطق المحيطه في نادي الوحدات باقامه ايام طبيه مجانيه بالتعاون مع عده شركات او عده مؤسسات او نقابات، ما منها نقابه الصيادله. وقبل هيك انه نادي الوحدات اقام يوم طبي مجاني بالتعاون مع الاطباء في نفس المنطقه المحيطه وابناء النادي، حيث ان ابناء نادي الوحدات يعني يوجد في عضويته العامه عدد كبير من التخصصات والأطباء العامين الذين دائما يبذلون الجهد في خدمة المنطقة المحيطة في الوحدات. وشركات الأدوية مشكورة توفر لنا دائما الأدوية اللازمة لهذه العملية، والحمد لله يعني هذا بجزء عمل أكثر من 5 أيام طبية مجانية خلال العام الماضي، وهذا اليوم اللي هو بالإدارة الجديدة اللي انتخبت في شهر 5 أول نشاط طب مجاني لعلاج المواطنين. وكنا قد اتفقنا مع الجامعة الأردنية بعمل يوم طبي مجاني، ولكن لظروف معينة أجل لشهر 12، فإن شاء الله الشهر القادم سراح يكون في يوم طبي مجاني للمنطقة لخدمة المواطنين. السلام عليكم، يعطيكم العافية وشكرا لوجودكم اليوم معنا. أنا رئيسة لجنة مبادرات صيدلانية نرمين طبازة من نقابة الصيادلة. إحنا ارتئينا أنه اليوم عندنا يكون يوم طبي في نادي الوحدات في مخيم الوحدات، وهذا كان هدف من أهداف لجنتنا أنه إحنا نضع أثر ونترك بصمة في المجتمع المحلي بشكل عام والمجتمع الصيدلاني بشكل خاص. في بداية اجتماعاتنا كان لنا الخيار أنه نختار مخيم من مخيمات الأردن حتى نقيم فيها هذا اليوم الطبي، والحمد لله تم الاختيار على نادي مجمع مخيم الوحدات، وسيكون لنا مبادرات ثانية في مخيمات أخرى. الحمد لله تم التعاون مع نقابة الأطباء، مع نقابة أطباء الأسنان، في حيث تواجد معنا عدد كبير من أطباء الأسنان، أطباء العيون، أطباء الباطنية، أطباء الأطفال والطب العام. وعندنا فاحصة من مركز الحسين للسرطان، تعاونت معنا شركات متعددة ومستودعات للأدوية، وفروا لنا أنواع مختلفة من الأدوية الحمد لله رب العالمين. نقابة الصيادلة تعاونت معنا بشكل كبير، وأخص بالذكر الدكتورة نداء عواد وهي رئيس اللجان في النقابة، ساعدتنا بشكل هائل الله يجزيها الخير. وطبعا بخص بالشكر أيضا نادي الوحدات يعني وأيضا اللجنة الاجتماعية، ساعدتنا بشكل كبير بجميع الإمكانيات، والحمد لله رب العالمين الله يتمم هذا اليوم على خير. وشكرا لكم ولاستضافتكم إلنا. وقال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني أن النقابة جزء من المجتمع المدني والمحلي، ومهمتها دعم وخدمة مواطنيه. نقابة الصيادلة جزء من المجتمع، والمؤسسة المجتمعية جزء من مهامنا الرئيسية، ونحن كلياتنا أولاد هالبلد ووطن وطننا، والمساعدات ما عمرها قصرت نقابات، يعني مؤسسة من 57 وجزء أساسي منه هو دعم المواطنين والمحتاجين في هذه البلد، فهذا جزء أساسي من جزءنا. وأنا بحب أشكر بصراحة نادي الوحدات على تنظيم قام فيه وعلى مساعدتنا أنه نقدر نرعى هذا اليوم ونقدم العلاجات. كمان بحب أشكر بشكل كثير كبير زملائي المؤسسات الصيدلانية من مصانع من شركات، ما توانوا لوهلة يعني على تقديم المساعدات والأدوية. كمان نشكر الأطباء اللي موجودين معنا من الجمعيات والمساعدين وحتى من النقابة. جاء هذا اليوم الطبي لغاية تقديم الخدمات الصحية والطبية في منطقة الوحدات وتوعية المراجعين بأهمية الكشف الصحي. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.